مرقها خلي خلقك مطاع روق علينا روقها هالشغلي ما بدها عيار احكي معنا منتفاهم ما رح تمشي زعلان لف الدم والعالم لك لم علينا الجيران ما القصة هي هي تسلينا خرطها حدية لك وين الكاميرا مخفية بالسيارة والبالكون وإذا بدك ما ننبسة نطش هالحلقة من نصة بس وحياتك ما رح ننسى وخلي عيونك هون وهون ومن هون لهون سيدي خد منا واعطينا ومن هون لهون عيني على عيني بتمون ومن هون لهون سيدي خد الغلة وحكينا ومن هون لهون بنتقابل عالتلفزيون وعلى مهلك بهداوي كن ما في داعي بعد النأزت عن هي مرقها مشان عن وتسلم لي شحن بالشارع او بالمحل استنانا ونحن منطل ما بتعرف قدي سهل نلقي لك هون وهم القصة هي هي تسلي نفرطها هدية لك وين الكاميرا مخفية بالسيارة او البالكون واذا بدك نامن بالسم نطش هالحلقة من النصة بس وحياتك ما رح ننسى وخلي عيونك هون وهون ومن هون لهون سيدي خد منا واعطينا هون لهون عيني على عيني بتمون ومن هون لهون سيدي خد الغلة وحكينا ومن هون لهون بنتقابل عالتلفزيون وهالمقلب المرتب ملعوب شبو الشقل شو مقلوب كل شي مكتوب بروق محسوب هالمقلب المرتب ملعوب هذا المطلوب بس ليش مرعوب شبو الشكل ليش مقلوب ما القصة هي هي تسلينا فرطها حبية لك وين الكاميرا مخفية بالسيارة او البالكون واذا بدك ما من بالسم نطش هالحلقة من نصة بس وحياتك ما رح ننسى وخلي عيونك هون بس وحياتك ما رح ننسى وخلي عيونك هون الله يسعد لي أوقاتكم يوم بعد يوم وكل يوم رح نلتقي ببرنامجكم من هون لهون أهلا وسهلا فيكم ومن هون لهون سيدي خد منا واعطينا من هون لهون عيني على عيني بتمون ومن هون لهون سيدي خد الغلة وحكينا عن جد؟ يلا باي اسمعوا لخبركم هالخبرية كان فيه رضوان يحمل شمسية ليتفيا فيها أو يقعد تحت شجرة أو يلاقي له شي مكان صح بس إنه يختار المكان الغلط بالوقت الغلط خلينا نشوف سمحت حبيبي ممكن بس دقيقة دقيقة بس شو؟ بس دقيقة بدي أحكي على التليفون دقيقة واحدة تفضل طلعت مصاري فيها مصاري كيف؟ فيها مصاري يلا ألو هلا كيفكم؟ كيف الصحة؟ امثالها تمام؟ كنت عم تحكي انت كنت عم تحكي؟ جاهلة؟ هاي غضاريف بالظهر بتروح بتروح بالتعب هي اما التعب من الكناسة والمسرح والسطر ايه ان شاء الله بتصير معي ان شاء الله خير يا خليلي هنا بس 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 دقيقة صغيرة دقيقة بس ايه ساجد بدي اخذ تليفون دقيقة رح خليك تحكي دقيقة ايوه حبيبي الله يخليك بدي احكي دقيقتين ايه طيب ان شاء الله خير بحكي بالموبايل انا لشو احنا لانه في برا شمس في برا شايك نحن كمان بنهرب من الشمس نحن كمان بنهرب من الشمس انت لا احكي بالموبايل عشان نوقف برا بحكي فيه بدك شايك بدك في سلامتك اهلين يلا باي مع السلامة شفت الكاميرا بيض؟ اي كاميرا كاميرا الخفية تعال شفتها؟ يا على راسي حبيبي والله عجبتك قلت لها الكاميرا اثرنا الاولاد بخير ان شاء الله الو نعم ايه لك شو هالحكي قديش عمره هو الولد
لا 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 يا حرام. كسر كل دزين الكاسات بالبيت. ما في مثلي ما في اخي اولاد بدنا نلعب وشو. ايه الو نعم. طيب طيب وثمر وسعاد كلهم بالبيت؟ نعم. يا خسارة. 2-1 للاتحاد. انت ليش مو متابع الدوري طيب؟ اي طيب طيب مع 5 والله 10 ولا 10. يلا يلا يلا. الو بس عدليني شباب. دقيقة 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 ليه؟ يلا حياة والله فاجأتيني بالقصة. يلا طالع طالع. عم تحكي عن نظام صار لك ساعة قاعد عم تحكي عن نظام. هون في يا حبيبي. شوف هي روح من هون. طول بالك يا أخي طول بالك. شبكوا خلص روح من هون. ما معك 10 بدي أحكي بس 10. لا ما صوتك هو عم يطلع. طول بالك تعال لك تعال لك بس بس لك كاميرا بس كاميرا الخفية تعال تعال. وين كاميرا خفية؟ تعال تعال نقلوا قرر قرر بس عويت فينا كاميرا غطية. ايه لك صلاة ساعدة عم تعطيها. الو مرحبا. والله ما معي غير ليرتين خايف يفتر الخط. طلبت من الاخت طلبت من الاخت اللي برا 5 ما اعطتني. ما في 5 معي؟ طيب يلا 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 جاي دقيقة بس. ايه 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 طيب بتعطيني سامر؟ بس صف صيت عمو نجحت؟ مبروك يا فاطر. ما في 5 ولا 5؟ طيب يلا. ولا 10 معي؟ طيب ما معها ولا 10 معها. طيب منين بدي احكي انا؟ طيب يلا ماشي جاي جاي على البيت انا. انت معك سيارة برا؟ سيارة. ايه حاضر دي يا اخي دي. ايه وين اخوك الصغير؟ طيب يلا ماشي جاي جاي على البيت انا. ما مع 5 يعني؟ الله يخليك بس كلمة. طيب يلا ليكني انا جي. يوه يعني معقول انت جاي؟ لانه شفت برا سمس. سمس برا؟ ايه قلت لي احكي لها. سمحتي يا اخي ما خلصت منك يعني بس لك. خليني احكي بس مو حل شيء عملته فيني يعني. بس لك انت مو طبيعي خالص. لا بس لك شغله. نعم كانت معك الكاميرا الخفية. طيب شفتيها؟ شفتيها الكاميرا؟ والله نعم نعم انا معك يا اخي. يلا يا حبيبي يا معلم. يلا دقيقة 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 بس وحدة دقيقة بس. نعم حطيتهم انا بالمدارس الخاصة يا اخي والله. يلا يا معلم مشينا يا معلم. شو بعد يا اخي دقيقة بس دقيقة. ايه اوه على الشغلة حبيبي. خيي كل 5 دقايق بدي احكي كلمتين انا بس. يلا بسرعة شوي يا حبيبي. بس دقيقتين دقيقتين. ايه لا لا يا معلم مشينا. لا خلص يا اخي. شو يا زلمة؟ عم تحكي على الموبايل بتوعي فوق. لا يا اخي برا الشمس بس هاي بدنا نحكي على التليفون. لا بدك على الموبايل. لك يا شو الكلام هاي يا اخي برا شمس فيها. شو شمس ما شمس يا بدي فجأة تشيزني برا انا مشان تحكي هيك على الموبايل. خلص انا بعتذر. بعتذر؟ شو الكلام الفاضي هذا؟ بدي احكي على التليفون. تفضل احكي يا اخي. برا شمس؟ مين كامشة؟ مين كامشني؟ ايه شو معقول الحكي؟ حبيبي شفت الكاميرا الخفية وين؟ والله لا هول سيدي خذ منا واعطينا من هول. لا هول عيني على عيني بتموت ومن هول. لا هول سيدي خذ. كل الفنانين بحبوا انه يكون في انتاج ضخم وكبير ومهم بهالبلد من منتجين مقيمين او مغتربين برا. تعالوا لنشوف لما دعت الفنانه ريم عبد العزيز للقاء احدى المنتجات على اساس انها مغتربه. بس طلعت المنتجه غريبه مو مغتربة. خلينا نشوف.
كيفك شو اخبارك؟ شو بتحبي تشربي مدام؟ قهوه وسكر لو سمحتي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير. تمام الحمد لله. الحمد لله. انت كيفك؟ والله بشكر الله وبحمده. الحمد لله. بخير عينك. الله يسلمك يا رب. اي والله خبروني قال مدام مين؟ نعم. حابه تتعرف عليكي ويفتحوا شركه انتاج. قلت ماشي. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. يا شوف هو مبين انه الشركة ظريفة. ما اختلفنا الشكل العام. هلا بنبدا بالشكل العام. لحد الان لا بعرف من المنتج لا مدير الانتاج لا المخرج لا المسوي ولا شيء ولا شيء. اتصلوا فيني تفضل اجي. هلا تفاجأت بحضورك كمان. هلا شوفني كمان بقى. لا ما بظن هلا بقى بده يجي حدا. طيب شلون مواعدينك ومواعديني بنفس الوقت؟ ما عم بفهم. معقول دوبلير عني؟ خير ان شاء الله. مين مدام؟ طب هاي مدام ميمي؟ ما بعرف. عم تسأليني ليه؟ ليش بعرف انا المدام ميمي؟ لك ما بقول تكوني شو؟ استغفر الله العظيم. انا اول مرة بيصير معي هيك على فكرة. اول مرة فوت لشركة وبتستنى ليجي المنتج او المخرج. او انا كمان فعلا. شو هال كمان شايفك قاعدة ومرتاحة وعين الله عليك. طب قوم شو نعمل؟ اذا بتمشي انا بمشي. شو هذا المنزل؟ ما حبيبي انت يا شاب يا شاب. استغفر الله العظيم. انا والله عندي مواعيد ما لي مضطر استناك. هذا يا شاب. يا أنسي لو سمحت تفضل بالطريقة. تفضل. ما مين هدول عم تعملوا؟ يا لو سمحتي إذا بتفضل بالطريقة. شو؟ شو هلا؟ تعي شو؟ ضيقني. استغفر الله العظيم. الله يشفيك. يا أستاذ يا أخ يا حبيب. مدام مين؟ هاي مدام مين؟ ايه ثواني مش رحيم. طب شو قصة هذا الدكتور اللي طلع؟ على اذنك هذا مو اسلوب مدام. هذا مو اسلوب انكم انتم تتصلوا فينا واهلا وسهلا وتفضلوا حابين نتعرف عليكم تيجي تقعدونا شي ساعه هون وانتم ما في هدول الصبايا وهدول الشباب ما بعرف. شو تحي شركه انتاج اعلام نحن بنرحب بس مو بهذا الاسلوب. يعني في احترام للفنان في احترام لمواعيدنا. يعني بتعرفي انه انا عندي تصوير بس مشان خاطرك وما بعرف مين حكى معي من عندك. مو قضية حدا زعجني بس قضية انه ما في احترام في ناس تستقبل لانه معلش ثواني ناس طالعة ناس جاي دكتور ما بعرف بس على القليلة فهمونا الوضع. طيب اوكي فرصة سعيدة كثير. شو؟ شو قلتي قبل بيطلع بإيدي؟ هلا انت بتعرفيني ولا هيك بس لمجرد انه يعني اسامي؟ شو؟ اي بس مو هذا الاسلوب تحكي فيه معنا قال بيطلع بإيدي. يعني انا بدي اهلا وسهلا. نحن ما عم نقول لك لا اهلين وسهلين. نحن منرحب فيكم بس في اسلوب للتعامل. انت ما عم تعاملي مع اي حدا. يا ستي كلاتنا اي انا عم بحكي على الاسلوبيه. يعني تحكي معي باسلوب حلو
نحن مبسوطين انه عم نتعرف على بعض. مبسوط فيكي بس يا دوب انا اقعد. طب شيلي هالفوالة حتى اشوفك مثل العادة. انتي اصلك سوري؟ شو هاد؟ شكرا لك. مين هدول جايبينه؟ الشباب عنا. بخير عينك. عنا واشط سيان. موفقين يا صبايا. بس يعطيك العافية. بس يعني ما معقولة. بس سألتونك فيه. لا ما حكينا شيء بس موضوع تأخير. شفت الحبة اللي أخذتها شو هي؟ عادي. بس هيك أحسن. شكرا لك يا أربعة بس. سيدي خد منا واعطينا. كلنا بنطلع بالمراية مشان نشوف حالنا، بس إذا الواحد اطلع بالمراية وما شاف حاله يا ترى شو ممكن يشوف؟ ناي انت باي صف؟ كي جي تو. شطوره بالمدرسه؟ طيب بعتقد ختام لليوم رح يكون كتير حلو برفقه ناي الاموره والشطوره. نلتقي بحلقه جديده من هون لهون. يلا باي باي باي. خلقك مطاع روق علينا روقها هالشغلة ما بدها عيار احكي معنا منتفاهم ما رح تمشي زعلان لف الدم والعالم لك لم علينا الجيران ما القصة هي هي تسرينا خلطها حدية لك وين الكاميرا مخفية بالسيارة او البلكون واذا بدك ما ننبسها نطش هالحلقة من نصها بس وحياتك ما رح ننسى وخلي عيونك كون لا هون سيدي خد منا واعطينا من هون لا هون عيني على عيني بتموت ومن هون لا هون سيدي خد الغلة وحكينا ومن هون لا هون بنتقابل على التلفزيون وعلى مهلك بهداوك إن ما في داعي بعد النقزت عن هاي مرة همشان عن وتسلم لي شحن بالشارع أو بالمحل استنانا ونحن منطل ما بتعرف قدي سهل نلقي لك هون وهون وما القصة هي هي تسلينا فرطها حدية لك وين الكاميرا مخفية بالسيارة أو البلكون وإذا بدك نامن بالسم نطش هالحلقة من نصها بس وحياتك ما رح ننسى وخلي عيونك هون وهون ومن هون لهون سيدي خد منا واعطينا
مرتب ملعوب شو بوشك ليش مقلوب كل شي مكتوب برواق محسوب هالمقلب المرتب ملعوب هذا المطلوب بس ليش مرعوب شو بوشك ليش مقلوب القصة هي هي تسلينا فرطها حبية لك وين الكاميرا مخفية بالسيارة او البلكون واذا بدك ما من بسا بنقطش هالحلقة من نصة بس وحياتك ما رح ننسى وخلي عيونك هون بس وحياتك ما رح ننسى